ما الذي كان سيحصل؟ لكن ردا على أولئك الكفرة سواء كانوا كفارا أصليين أو من العرب المرتدين الذين والوا الغرب وسكتوا عن مثل هذه المجازر، نقول لهم كما تقول هذه العبارة. ارفعها جيدا يا شيخ، اقرأوها. هذه اسم هذه البلدة، وقد كتب حرف القاف بهذه الطريقة لنقول لإخواننا في دوما وإخواننا في الزبداني أنكم في قلوبنا إن شاء الله، ولنقول لأرباب الكفر وأتباعهم أننا ردا على سكوتكم وصمتكم الكافر، إننا والله الذي لا إله غيره ستبقى دوما والزبداني في قلوبنا حتى ننتصر عليكم ونتحركم من أرضنا إن شاء الله. ونقول الآن، اسمعني يا أستاذ محمد، ونقول الآن لحزب السعدان، أجمل اسم طلع لحزب السعدان في سوريا، في الشام الحبيبة، حسن زميرة. حسن زميرة يا كذاب، وفعلا أنه كذاب، يدعي المقاومة وما مقاومته إلا ضد الإسلام والدين، إنه عدو الله. وقد اخترنا العبارة الثانية لأنه يعتبر أن ألد أعدائه عمر بن الخطاب، يعتبر هذا الحقير الخنزير حسن زميرة يعتبر أن عمر بن الخطاب وأبا بكر الصديق هم من ألد أعدائه. تعلم لماذا؟ لأنه في معركة القادسية دخل المسلمون إلى أراضي فارس ووطأوها بأقدامهم ودحروا الفرس في أرضهم وفي مدائنهم، لذلك فهم غاضبون من ابن الخطاب ولا يحبون ابن الخطاب. لذلك حسن زميرة يا كذاب، نحن أحفاد ابن الخطاب. الله أكبر، الله أكبر، بنص حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بنص حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الغوطة الشرقية هي فسطاط المسلمين وهي ملاذ المسلمين في آخر الزمان عندما تقع الفتن، لذلك سميناها في هذه العبارة زهرة الشام، لأن أهلها أهل البطولة ونساءها نساء العفة وأطفالها أطفال التوحيد والجهاد، وكلنا بإذن الله سنتربى على التوحيد والجهاد حتى يحكم فينا دين التوحيد ونبقى على الجهاد حتى نلقى الله، فمن كان يريد ذلك فليرفع صوته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أما هذه يا أخوان فوالله الذي تابع الأخبار البارحة، اسمع، أبطال الزبدان الشجعان دمرتم حزب الشيطان أو حزب السعدان أو حزب القرود، سميه ما شئت. البارحة يا أخوان على ثلاثة محاور من الزبداني، الأبطال المجاهدين في الزبداني المحاصرين، اسمع يا زهران علوش، أنت محاصر والزبداني محاصرة. أبطال الجهاد الحقيقي في الزبداني البارحة وهم محاصرون على ثلاثة محاور من الزبداني يدحرون حزب الشيطان ومن كالبهم. هذا هو الحق، هؤلاء هم أبطال الزبداني، محاصر ويقتل عدوه، مو بس بيقتله ويغتنم منه أسلحة وذخائر، لتعلم يا عبد الله أن الله ناصر دينه ومظهر أهل الدين بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك يا أحباب كانت لنا هذه الوقفة، الله يبارك فيك، كانت لنا هذه الوقفة ولو كانت بسيطة ولو كانت قليلة، إليكم يا أهلنا في الزبداني ويا أهلنا في دوما ويا أهلنا في الغوطة ويا مسلمين بشكل عام، ولكن نخص دوما والزبداني لجراحهم وألمهم في الأيام الأخيرة الماضية. نقول لهم بإذن الواحد الأحد، لو تكالبت كل الأمم وكان معهم ائتلاف العهر والخيانة
الائتلاف والحكومة المؤقتة الكافرة المرتدة. لو تكالبوا جميعا وتحالفوا ودخل في تحالفهم من دخل، فإننا على درب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثابتون وباقون بإذن الله تبارك وتعالى. تكبير الله أكبر الله أكبر يلا صيح بدي صيحة صيحة. مين بدي صيح يا دوم؟ احنا معاش للموت. هناك هتاف كان ينادى في اول الثورة لكل مدينة محاصرة اننا معكم للموت. طبعا هو هتاف رائع، اننا معكم حتى نموت. ليس المقصد كما فسرها البعض انه والله يا دوما نحن معاك الى الموت انه منموت بانتصار النظام. لا، نحن معاك ندافع عنك حتى تتحرري او نموت في سبيل الله. يا دوما نحن معاك الى الموت. يا دوما نحن معاك الى الموت. يا دوما حنا معاك الى الموت. يا دوما حنا معاك الى الموت. يا زبداني حنا معاك الى الموت. يا زبداني حنا معاك الى الموت. تتحرر الارض او نموت. تتحرر الارض او نموت. تتحرر الارض او نموت. تتحرر الارض او نموت. نموت في سبيل الله. نموت في سبيل الله. نموت في سبيل الله. نموت في سبيل الله. ولا يحكم لنا الائتلاف. ولا يحكم لنا الائتلاف. ولا أرباب العلمانية. ولا أرباب الديمقراطية. ولا أرباب الديمقراطية. خلافة على منهاج النبوة. خلافة على منهاج النبوة. خلافة على منهاج النبوة. الله أكبر. الله أكبر.